في إطار فعاليات قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 23، تم الثلاثاء ببونا الألمانية التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب وغينيا في مجال البيئة والتنمية المستدامة. مذكرة التفاهم التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزيرة البيئة والمياه والغابات الغينية تروم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال. نوقع هذه المذكرة مع البلد الصديق غينيا في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى النهوض وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، لا سيما مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهذا الإطار سيمكننا من تعزيز التعاون في مجال البيئة وتعزيز القدرات، وذلك في إطار حدث هام هو قمة كوب 23 بعد نجاح الباهر الذي حققته قمة كوب 22 بمراكش. الوزيرة الغينية أعربت عن رغبة بلادها في تطوير التعاون الثنائي مع المغرب، لا سيما في مجال التشريع المؤسساتي والقانوني الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة والتقييم والبحث البيئي. هذه المذكرة ترتكز على حماية البيئة بشكل عام والتكيف مع التغيرات المناخية والتطهير السائل وإعداد التراب والبحث العلمي وكافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة. المذكرة التي وقعت برواق غينيا بكوب 23 تلزم الطرفين بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والبرامج والسياسات وإنجاز مشاريع في إطار التعاون الإقليمي والدولي.